فارس اسكندر، اهلا وسهلا فيك عبر موقع شارع الفن، وبدي لك الف مبروك. اليوم العروس وين؟ اول شيء عروس جاهزه والعريس جاهز والاجواء حافله بالفرح وبالدبكه، وعرس لبناني بامتياز تحت اداره المخرج بلال زباره وبمشاركه فرقه المجد العلبكيه وفستان العروس وابو فارس. بس نشوف كلام لحن فارس اسكندر بنقول خلص رجعنا لايام اللبنانيه الحلوه التراثيه. دائما فارس اسكندر بنحس انه عم تعطينا شيء اللي نحن متعطشين له. هلا اذا بتفتح اي اذاعه بلبنان بتسمع مطرقاش لاي اغنيه، بس يخلص مطرقاش بتنسى حتى كلماتها، ما عدا القلائل من الفنانين اللي من ضمنهم استاذ محمد اسكندر، اللي نحن بنسمع اغانيه مثل اغنيه سماري صغيره لليوم. صحيح. بعد لهلا معلقه بوجداننا. شو السر؟ شو السبب؟ ليك لما بتشبه الناس، الناس بيضلوا معك على الخط بالموسيقى وبالكلمه، والكلمه كتير اساس. صح. والناس لازم يصدقوك، لازم الفنان يغني شيء بيشبهه، يغني شيء صوته مخاوي، هيك العالم بتصدق شو انت عم تطرح لها. مثلا محمد اسكندر، المواضيع اللي غنيها حتى اللي اثارت جدل هو مقتنع فيها وهو بتشبهه، ومصطلحات اللي بيقولها انا اعطيته مصطلحات بعرف انه بي بيقولها، عرفت كيف؟ فالناس لقت كيف في مصداقيه، يعني لو صارت جدل ولكن الاغاني انطبعت. بما انه عم نحكي عن الجدل، رح تصور الجدل اللي اطلعته من فتره هيك نعمله بطريقه شعر؟ شو رايك؟ يا عم انا والله ما بقصد اعمل جدل، انا شخصيه جدليه خيي، بطلع قول كلمتي مثل ما هي وعراس السطح، واللي بيحس حاله مضايق ببلش يحكي ولتلت. وانا كنت يعني دائما ولهلا اي حدا بشوفه بيحكي شغله بتزعجني ما برد، ما بشوفه يعني ببساطه. واذا شخص مثلا حسيته حكى شيء عزوقي بقول له ثانك يو، بحط له لايك، بس انه شخص زعجني ما بهاجمه، انه مش عاجبني بعمل له بلوك. بعد التصريح مين عمل لك بلوك؟ ما بعرف، ما برايي بهالشيء. بتعرف في عالم عندها هوس، في عالم اذا عاملين ابلكيشن اذا بدك تعمل لهم انفولو ببين عندهم، واذا عملت لهم انفولو بدقوا لك، عرفت كيف؟ عرفت كيف؟ انه انا ما بيعنيني الموضوع.